شاركت عضوة مجلس الشورى في الندوة الافتراضية الأولى التي نظمها المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بعد، وذلك بعنوان تكافؤ القوى الوصول إلى وضع طبيعي جديد في التمثيل السياسي. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى أهمية إبراز تكافؤ الفرص في التمثيل الدبلوماسي ومراكز اتخاذ القرار، فضلا عن الدور الذي تقوم به المرأة البحرينية عن جدارة في التمثيل السياسي على المستويين الوطني والدولي. من هذا المنطلق طبعا أود أن أذكر أن المرأة البحرينية قد حظيت بدعم واهتمام غير محدود من قبل قيادة صاحب الجلالة ومن لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سليكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. في هذه الفترة ترسخ دورها الوطني والقيادي في تحقيق النمو الشامل والازدهار في المملكة، وبالتالي طبعا وصلت المرأة إلى مختلف المناصب القيادية والسياسية وأيضا مواقع اتخاذ القرار بجدارة. فطبعا المرأة في البحرين تقوم بدورها كشريك مع الرجل في بناء البحرين الحديثة كما يعني نقولها الآن. ومن المهم التأكيد على أهمية دور بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج لتسليط الضوء على تقدم الجهود الوطنية في مجال المرأة، لما في ذلك طبعا من تأثير مباشر على مكانة البحرين الدولية.